قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.